بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى حلول تمارين حركة جسم، ونبدأ بالسلسلة الأولى دائما أختبر معارفي، وهي الواردة في الصفحة 70. إذن ومع الوضعية الأولى يقول: أكمل الفراغات في الجمل التالية. مسار نقطة من جسم متحرك هو الخط الوهمي الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها، ويكون إما مستقيما أو منحنيا أو دائريا. الفقرة الثانية: يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع، أي أن المسار هو شكل نسبي، أي متعلق بالمرجع المختار. الفقرة الموالية تكون مواضع نقطة من محور عجلة أثناء الحركة على استقامة، أي مسارها يكون مستقيماً، بينما مواضع نقطة من محيطها لا يكون مسارها مستقيما وإنما يكون دائريا أو منحنيا، يكون منحنيا أفضل. أثناء سير الدراجة أو العجلة يكون المسار منحنيا. نمر إلى الوضعية الموالية، الوضعية الثانية: ماذا تشكل مختلف المواضع التي يشغلها الجسم المتحرك أثناء حركته؟ إذن فالمواضع التي يشغلها الجسم المتحرك أثناء حركته تشكل مسار الحركة. هل جميع نقاط جسم متحرك تقوم بنفس الحركة بالنسبة لأي مرجع؟ علل. لا تقوم جميع نقاط جسم متحرك بنفس الحركة بالنسبة لأي مرجع. لماذا؟ لأن شكل المسار كما ذكرنا يتعلق بالمرجع المختار، أي هو شكل نسبي، أي ما تراه أنت مسارا منحنيا قد يراه غيرك مسارا مستقيما. الوضعية الموالية: متى نقول عن نقطة من جسم أنها تقوم بحركة مستقيمة؟ نقول عن نقطة من جسم أنها تتحرك حركة مستقيمة عندما تتحرك بالنسبة لهذا المرجع على استقامة واحدة، أي المواضع التي تحل بها أو التي تشغلها تكون على استقامة واحدة بالنسبة للمرجع المختار. ومتى نقول عنها أنها تتحرك حركة منحنية؟ عندما تأخذ المواضع التي تحل بها خطا منحنيا بالنسبة للمرجع. ومتى نقول عن النقطة أنها تتحرك حركة دائرية؟ عندما تكون المواضع التي شغلتها تشكل خطا دائريا بالنسبة للمرجع المختار. نمر إلى الوضعية التي تليها. خامسا: كيف تميز بين نقطة من جسم تقوم بحركة انسحابية ونقطة أخرى تقوم بحركة دائرية؟ إذن نستطيع أن نميز بين نقطة من جسم تقوم بحركة انسحابية ونقطة أخرى تقوم بحركة دائرية من خلال المقارنة أو مقارنة شكلي مساريهما بالنسبة لبعضهما البعض، أي نقارن بين مسار كل منهما فنلاحظ التي رسمت لنا مسار مستقيم بالنسبة للمرجع المختار نقول أنها تتحرك حركة مستقيمة، والتي رسمت مسارا دائريا بالنسبة للمرجع المختار نقول أن حركتها دائرية. الوضعية الموالية السادسة: إليك صورة لثلاثة مسارات صنفها حسب نوعها: مسار دائري ومسار مستقيم ومسار منحني. إذن فالمسار رقم ثلاثة وهو الملون باللون الأخضر هو مسار مستقيم، والمسار الملون باللون البني والمرقم برقم 2 هو المسار المنحني، والمسار الأزرق رقم 1 هو المسار
الدائري. الوضعية السابعة: تتدحرج كرة على مستوى مائل، حركتها هل هي انسحابية فقط؟ إذن فهذه الإجابة خاطئة. هل هي دورانية فقط؟ هذه الإجابة كذلك خاطئة. فالكرة حينما تتدحرج، نركز على تتدحرج، إذن فهذا الفعل يدل على نوع معين من الحركة، يتمثل في حركة تتشكل من نوعين من الحركة: انسحاب أي انتقال، وفي نفس الوقت مرفوق بدوران، أي أن هذا الانسحاب أصلا ناتج عن الدوران. إذن فتدور الكرة وفي نفس الوقت تتقدم أو تتدحرج، وبالتالي تكون الإجابة جيم هي الإجابة الصحيحة. حركة كرة على مستوى مائل وهي تتدحرج هي انسحابية ودورانية معا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة والسلسلة الأولى. في الأخير أسأل الله العلي القدير أنكم قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتطرق إلى السلسلة الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.